حمام الزموري. حمام الزموري اه اللي كانت عندو فواتير في ديك الوقت. حمام الزموري اللي كاين حدا المقاطعة 43 الحمام ديالو. اه تمام هذاك اللي كيشوف الجردانيت. جا حدا ستاسيون. وكانوا كيحرطوا السكة. وديك الوقت ملي كيزرعوا شحال السكة فهمتيني كيزرعوها كيحصدوا داك الشيء وكانوا ناس كيغربلوا وكيديروا اش كيديروا؟ كيديروا الزرع. بحال داك الشيء ديال كيبقى داك داك ديال بحال بحال نجاره ديال داك كيبقى اش كيديروا له؟ كيشعلوا فيه العافيه كيشعلوا فيه العافيه في الليل وملي كيشعلوا فيه العافيه كتولي كيتحرق وكيولي كما قال ابو شكون اللي قالها؟ ابو القاسم الشاب قال لك حذاري حذاري فتحت الرمادي اللهيب كنعقل على دري كان كيقرا معنا في اوتونغومبير وراه كيبرك في هذيك القهوه اللي لقيت فيها ميني هذاك الدري دخل لهذيك البلاصه وتحرق من هنا كلشي مشات له هنا ممكن تمشى مسكينكم باقي الان تعدم بهذاك 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 الحرق اللي كان تماك في السكه فيك انت كتكون بالضبط زنقه سعود دار زيدو لانها كاين زنقه سعود دار 31 دار بن مسيكان دار الوحده اللي في الحي المحمدي اللي عندها ثلاثه البيبانه عندها جوج عندها واش لحد الطاحونه؟ الطاحونه مشات قدام دار محمد العبدي ودابا ضروري خاصك تجل الحي المحمدي وتشوف ايوا ولكن ما تنساش واحد القضيه نعم انا دابا ملي كنجي عندها ها سي طيبي شكون اللي جاب لي عنده؟ كيجي كتفكر الحنين ولا خير في من لا يحب بلاده ولا في حنين الحب الا لم يتيم ومن تؤويه دار فيجحد فضلها يكون حيوانا فوقه كل اعجم قال لك الم ترى ان الطير ان جاء عشاه فاواه في اكنافه يترنم الطير ملي كيجي العش كيبدا ينقز من القنت للقنت تمام فرحان حنا ملي كنجي الحي الله يلا فرحان الذكريات تمام ملي كيجي العش ديالك كيكون فرحان كيبغي يشوف وليداتو شنو كانت الخدمة ديالك بكري في ايامات انا عملت تورنور تصور لي كلاش دو كان زون تورنور تورنور مع نصارى فهمتيني ايامات العز كنت بولفارد اسمو نسيت كان مراد موح مراد هذاك الدري مراد كان بونكي في كان كيسيي كان كيسيي فاش في الكريدي دي ماروك وقعت له واحد القضية او من نفسه سوسونتيير دخل لامارين مارشون ها مشى لامارين مارشون ولا لامارين مارشون باش كندير هذيك الوقت كتعطي بيري كحل واحد توني وانا ويا جايين كتعرف مع الشباب جايين حدا حدا دار الشباب جايين دايرين وهو لابس ديك التوني تفضل السي طيبين فهمتيني؟ لا 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 ما عليكش خذ خذ لا ولا لا 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 ماشي ما ماشي ما فيش فهمتيني؟ بسم الله اسمع اسمع ما توكي تشارك معنا اجواء قال له ولا الحي محمدي اوتور دي لو تابلو اونتر بون زامي كي لي تاغريابل ديترو ريوني وي وي كي لي تاغريابل لا انت ما كاين لا عجرفه لا يديك لا يخليك الناس القدام باقي الحنان والعفو هذا مراد الله يرحمه ما يوقف عنا الا واحد من القوات الاحتياطيه اجي قال له كدخلوا لينا ليبيري والله يلا وجرونا حتى المقاطعة لا حول ولا قوة ادي هذا راه في لامارين ماشي ما عارف ولا لا عارف ولا لا ومشينا للمقاطعة شاجا الله كان واحد جودان تا هو واعي وكلشي كاين الناس كاين هي الله يلاه الشهادة ابتداء راهي بحال اجي الممثلات القدام هنا عندنا الهراوي اللي كانت في الفرقه الوطنيه ديال الاذاعه الهراوي اسمها اي وفاء الهراوي وفاء الهراوي يرحمك ساقنا في كريم جديد وفاء الهراوي راه ويلي راه بنت الحي ما عرفت مسكينه ماتت ولا لا توفات كان شي دور ديال باللغه الفرنسيه هي اللي كديرو كريم جديد كريم جديد كريم جديد الزاويه حاليا كريم جديد الزاويه الزاوية حيت هذاك البير كنا كنغسلوه حنا باقيين صغار كنمشيو نغسلوا البير ونصليو حنا ومصطفى هذا حداري كنسميوه حداري علاش حداري؟ الحمد لله دابا ولاو سحروا بيا هذاك البير والله هذيك من بكري كيروحوا فيه هذاك الشيء من بكري من بكري من بكري وهذا مصطفى كنا كنغسلوا فيه وكان كنقيه وكل شيء ولكن ملي كبرنا شويه خدمنا تلاقيت مع مصطفى قلت له المسار ديالك في الحياه كي دار؟ قال لي عاود لي قلت له ودينا هذا الطريق اللي شديتو اللي شديتو قلت له انت قال لي انا عسكت وكنعاود لك اش ما كاين باس
قال لي عرفتي علاش؟ لان ملي كنا صغار قال لي كنا شباب الله تبارك وتعالى وكبرنا قال لي خدمنا هو شدنا الشيطان خلص منا فريمون. شي حد دابا كيكتب لي كيقول لي عيشة الهبيلة. لا كان هنا كانت واحد شوف الناس كانوا كانت فاطمة الهبيلة. فاطمة الهبيلة هذيك فاطمة الهبيلة كيجيبها واحد الكارو من ما عرفت البرنوسي شنو جاب كيحطها حدا السكة حدا السكة حدا الجردة الجردة يا الحمد لله. ولكن اللي بقى فيا ذكرتيني الله يرضي عليك في هذه الكلمة كانوا الناس بكري كانوا الناس ماشي واعيين ما ذكيينش كانت وحدة كيقولوا لي أمينة حي حي يرحم بوها دايره بدا مسكينة ومرأة مسالمة وغادي وتابعينها الدراري مينا حي حي غلف الفوريان والناس كيضحك شو هذه المصيبة وبا علي هذاك الأبا بالحاج هذاك كان بارع في الجلالب. لا كان هو كان كيخيط القلاوي هذا قصته بوحدها هذه مينا حي حي والناس ما كاينش اللي كاينين وكان مشيق الله يرحمه اللي كيضرب في الوليده انا قلتها لهم انا واحد بلاتي نضر معاه الله يلعن كيجي كيجي وبعدا كيجي على البسكليطه كيجي كاو خدمات مونغو خدمات الليمون خدمات الحوت خدمات كيجي شوف المصيبه هذاك شميتو انا شهيد الخمر كيجي شارب وكيشدوه الناس وكيجيبوا العوين تشامه اجي شدوه هذا هذا والحرام مسكيني وكيديروه في العوينه كتعرف العوينه بشحال من روبيني وكيعمروا العوين تشامه كيعمر مسكين وفي الاخير كيرخيو للدراري وبالحجر لا نهي لا منتهي. دابا ولا شوف شارب كنشوف هذو كيتسموا شهداء الخمر مساكين كان كله بنافري كيقول لي لا الخمر كان فيه يعاقبوه كله بنافري. لا السؤال اللي بغيت نقول لك عليه هو المعاملة ديالكم نتوما مع الناس الكبار بحال دابا مع الناس الكبار ما كان حتى دابا مابقاش الاحترام ولا السبان كيسبوا اي واحد ولا كي وهذا ما تمشيش وما تمشيش بعيد ها ما تمشيش بعيد اعطيني مخك نسوا الله فانساهم وانفسهم. دابا كتسمع الدري كيقول الله ينعل على دير الرب دين امك وباك يسمع ومو تسمع والخالي يسمع وكل شيء يسمع ما كاينش شي واحد اللي كيضربوا النفس على ما كاينش اللي كيضربوا النفس على الذات الالهيه وعاير شي واحد موظف يصيفطوك بعامين ولا ولا بعام ها اهانات ان شاء الله حيت انا معاصر الجيل انا عندي 45 عام معاصر الجيل شويه داك القديم والجيل الجديد بكري كنا حنا باش كنا صغار كتبان لي قرعه ديال الشراب كنهرب ايه فوالا بوحده مع لا شارب لا والو دابا انت كتشرب ودري صغير حداك يقول لك خلي الخاوي يمشي نبيعو فوالا هذا كتخلص العلاقه ديال كريم عادي دابا ديال 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 الواقع مع الماضي مع الحاضر كيما قال لا كيما قال كان بكري كدوز الفورغونات تلقاك حاط ليترو كتهزك انت وليترو دابا حط 10 يترو ما يهزوكش علاش دابا الحمد لله كيهزو كيري كيخليو ليترو وكناخذوه حنا هادشي اللي حابين نديو الحامل والمحمول والحمد لله هذا فضل من عندي انا اللي بغيت نقول لك اللي ما خدامش اللي بغيت نقول لك فهادي علاش هذه الكلمه لانه هو نسوا الله فانساهم وانفسهم حيت حنا ما بقينا الله تبارك وتعالى عذبنا كتلقى التريكه ديالك حيت الى حبك الله كيبارك لك في رزقك وفي تريكتك دابا شكون العائله اللي ما عندهاش مشكل مع ولادها ها كلشي والمصيبه العظمى خاصك تعرفها المغرب شكون اللي هزو هزينو الشلوع اللي عندهم البيسريات والحوانت كتمشي عنده الكارني كيقيد عليك ومع الشهر كدوز انت كاع منفخ ما كيقولش لك اجي خلصني تمام او التضامن العائلي كتلقى واحد راجل كبير شاد له روتريت كياكلوا ولادو يعني وحنا فينا واحد القضيه ديال فول المغاربه كنضرقوا العيب ديالنا باش نبانوا لجارنا ولا شنو هو راه حنا بخير انت كتفرقع ديك القنبوله وين تتفرقع ملي كيموت الاب ولا كان شي اب قفز كيكتب الدار ديالو لمراتو واخا ماشي قانونيا في الدين لان ماشي دمك ولكن متضر لانه هو الا ما دارش هذا الشيء نهار يموت الدراري يبيعوا له الدار وتصدق مليوحة في الزنقه تماما واحسن اب ولا كيموت ضربو شي رموه يخلي ولادو 36 مليون ونترحموا عليه ليل ونهار ما يموتش ويخلينا الكريدي سده سوكين لا
هلال مولود بن البشير احمد بابا الزفاطي العائني الغلمي من ودنوني. اه ليستر. انا بشحال واحد كيقول لي انت سوقي سوقي. والله الا قلتها له كان. والله العظيم. انت عسل تخدم الوظائف يا واد. ما كتلفش ملي كتقول انا هذا الشيء. ولا لا الا عكروش مقدم لك. لا والله اللي بغيت نسقسيك هي على التلفزيون ديال بكري مع ديال دابا. فكرتيني في التلفزيون ديال بكري هذيك الساعه والله ملي كنسمعوا على الصوت ديالو شكون اللي الجناتي كان داير واحد التلفزيون تما وعادك الصرنه ديال الصوت والناس مجموعه شي عظيم سبحان الله حاجه اللي كتكون باقي قليله كتكون عندها قيمه كان عندها قيمه سبحان الله. ما كتبتيش هذا شنو كان الجناتي باقي ولدو روتريتي ولدو في الطاليان ولدو سي محمد اللي كان شي اختار شد الطاس الطاليان حتى كان قول بأحدو لا كان قول حتى دابا كيهضرك على الجناتي الكبير الجناتي الكبير الجناتي محمد اللي كان في المحكمة الحاج راه كاين موجود روتريتي دابا لا ولدو هو توفيق اللي كان برا ولدو اشراف قدام دراسة في حد من اللي كان قول انا تبارك الله كيفاش قلتي ما فهمتش علاش جبتي هو بالضبط شكون هو واش هو كانت عنده التلفازة هنا في حي محمد اه وي لا كان هو وكان حسن هذا حسن اللي في الزنقه هنا اي حسن كان خدام مع اللي كان اللي كان خدام معاه الغزالي كان خدام مع غزالي غزالي يقول اما اللي كان داير التلفزيون هو اسمه جناتي كيفاش كان داير التلفزيون داير الزنقه خرجوا برا ياه في الفيترينه والناس كتشوف واه شي ملي كدوز كتبان لك الفازا كولور في ذاك الوقت واه ماشي كولور كانت نواري بلو ها نواري بلو هادي طاح واش فهمي صالح هذا شكون هو مصري لا الاخبار ولا شنو فاش اللي كيقدم تيليفزيون في 61 كاين كان هو هذاك هذيك الساعه في 65 انا كنطلع من در مولاي الشريف غادي كنقطع من هنا وندوز للكاريير باش نمشي لشارع الفوارات أيه. عند بريطون كانوا لي تورنو الرساله أيه. وهذيك الساعه كنسمع الناس غادي هنا الحي الكاريان أيه. من تعليمات صاحب الجلاله مالك من عظماء اول وكل زمان فهمتي والمكي النصيري أيه. كيدير واحد الشرح ديما واحد الشرح مع الصباح مع الصباح ديما كيبقى يعطي الشرح ديالو وانا اللي ما كانش كيعجبني في هذيك الاذاعات ديال الراديو ديال بكري وهو مع ديك جوج ولا شنو هو كيديروا ديك الموسيقى الاندلسيه الثقيله باش نعس ماشي بغي نعس البشر واش نعس الموسيقى ما تعمرش بزاف ما كاينش منها ودي انا كنت عارفوا المغزى ديال داكشي لا هو انهم هذيك الساعه هما كيقريو ولادهم وحنايا كينعسوا فينا اجي نقول لكم هذيك الوقيته حتى دار جوج ولا هذا اجي ما تنساش واحد القضيه الزنقه 8 كنا كنقراو انا ولاد ولاد مسعود الحاج مسعود الحاج مسعود الحسن اللي كان في الطاس الحسن اي الحسن اللي كان كيقرا معنا ولاد اليزيد اي اليزيد ابراهيم فيض كانوا تما عند فقيه فقيه العبدي زنقه 8 زنقه 8 فقيه ويلي العبدي لا اله الا الله احسن طوموبيل كانت لا كانت طوموبيله كانت عند واحد هنا كان دير برد اظن بوعزه اه اللي حدا هنا فولكس فاجن اش من فولكس فاجن كانت عنده تندير برد امريكان ديك الوقت كان سميت الطوموبيل تندير برد بحال تندير برد عرفت شنو هو ملي كيخرج بها كيهربوا الناس كان هذيك الوقت واحد اللي عنده بشكليطه عبد الله السقامات زلقه 18 السقامات اللي كانت عنده واحد ستاسيون للشال وكان داير فيها كيجيو الكاميونات كيتعبروا حدا لاري شتي الا طلعتي مع فين كيدوزو البيرمي بيرمي كاينه زي البيرمي هنا هنا في الباطوار الباطوار هنا كاينه مدبغه المدبغه ديال الجلد ديال تما كانوا السونطرانيتير كانوا كيديروا فيها دي ماراجون كوت تما كاين واحد العقيله الو كنت طالع ها كطالع كاين واحد الطولي كيصوب الطوموبيله ديال البوليس كدور كاين الفروج كاين ستاسيون اللي كان فيها هذا اول واحد جاب البشكليطه هذاك عبد الله السقامات ميليتي هذه بشكليطه وكانت عرفتي كيفاش دايره ولكن هاد السقامات دوك الدراري قدام ديال الساعه هذا كان خدام فيها بايا كان فيها بايا كان فيها كان فيها رحال خلف رخ كان سيدي حجوجي هو اللي كان مكلف كان مسعود كان علي كان بوفره كانوا كاع تقريبا وكان مصطفى هو الريسبونسابل هو مول القهوه اللي كاين تما اللي حدا
كان زعما كان شي حاجه كلاس. واش هاد السينما السعاده كانوا كيدخلوا فيها البنات والولاد ولا غير الولاد؟ غير الولاد. لا الولاد السواري كانوا لا السواري قدام ديال ناس الغيوان فيهم امي كانوا بكري ملي كيبغي يبدا الفيلم كيسبقوا ديك ديال اسمو ديال شارل شابلان. لا 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 الاخبار ديك الوقت ديال كيدير جورنال بحال داير واحد الباب ديال القصر كبير شي حاجه كلاس شي حاجه كلاس يعني. شحال دخلت السينما اول مره السي الحاج؟ ايوا السينما في ديك الوقت انا واحد القضيه وقعت لي هنا في الشريف وانا هبطت للمدينه ديك الوقت جيتي بو انا باقي جون شحال ديالي وجات معايا واحد الدريه زيزونه يا وي عرفتي باش تجيب زيزونه من المدينه ما يخلص عليها الهضره ما تحركش معاك كان غادي فلاشير تصور جيت انا زيرو نساء كيما يقولوا داك الشيء من الخريطه هذا السيد لا جات معايا عرفتي كيفاش دايره شي دو كلاس اذا جميله بزاف اللي درتيها زيزونه عرفتي زيازن راه شي داك باش يعني اللي درتيها معاها ما تهضرش ما تقدرش تبيع ودخلنا للسينما دخلنا وطلعنا لفوق البالكون صافي انا اللي جايبها من تماك وهاد دخلت سينما شريف كان ديك الساعه خوخه ولا لا 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 كون عطاها شي تصرفيقه خوخه كان كل اللي بغى يدخل كيصرفوا راه ما بغى يصرفوا حنا في ديك الوقت لا لا كان هكا اللي ما عطاش 4 دريال كي لونطراك ما بقاش تبلاصه اللي كانوا في هذيك الساعه اللي كان كان حميدو كان حميدو في سينما شريف اجي خويا كان حميدو مشارك مع شي 4 في هذيك سينما شريف بكري كان كتلحق 6 العشيه 7 العشيه خاصك ضروري تنزل للمدينه هذه الكلمه ملي كنبغيو نمشيو للبولفار محمد 5 خاصك تكون لابس مزيان ومحلق وديك المشياعات ودخل البولفار محمد 5 كتولي انت حيت جيتي من الحي لازم تمشي سبحان الله العظيم خاصك تبان على هذوك الناس لا ماشي وداك الناس باركه في القهاوي وكذا انت خاصك تولي بحال الكاميليون كتأقلم مع الجو ديالك تماما بحال دابا بحال سمو عرفتي كافي دو فرونس شكون اللي غايبلك فيها ماشي حنا ولا كيبلكوا الناس اللي جايين يزوروا الدار البيضاء هما اللي كتلقاهم باركين في الصغر ديالي كنت كنمشي للمدينه كانت نقيه على دابا ايوا اللي كانت نقيه على دابا الدار البيضاء اش كانت فيها بكري عماله وحده صافي مقابله كل شيء مقابله كل شيء انا كنعقل على واحد خينا شطاب كيشطب من منين من القمره فين كاين انجيليك واحد سيد سمر كيشطب من تماك حتى كيطلع على هذاك كيمشي حتى الرومبو عيشه كيشطب والعرق كل شيء لا اله الا الله وحده وحده وما كيطمع حتى بشي حاجه هذاك السيد فين باقي تلقى بحال هذيك ملي تقسمات الدار البيضاء على الطرق بزاف كانت تقدم على تروفا نشوف المصيبه اللي وقعت انا كنعرف رئيس الجماعه روش نوار كاع قسمها بدي بارسيل على عباد الله تقسمات تا ما عرفت تحيد ولا شنو عاد باش جاب شي وحدين حيدوا اللي حيدوا اللي بقى لاصق مصيبه عظمى الناس خربوا البلاد.